نمضي قدما للأبطال. ايه جايز، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم كنتواجدوا في ورزازات، بالضبط في قصبه اي تحدو. اول حاجه نقول لكم يسمحوا لي الكاليتي بزاف، وتكون الكاليتي ناقصه بزاف، لقيت التليفون تاعي خسر لي الصباح بالما دخل ديال الماء ويخسر. وهاد التليفون اللي كنصور بدابا مع يدي، وكنت معدي انني جيت لهنا ضروري انا خاصني ندير لكم فيديو. المهم اسمحوا لي الكاليتي، وغادي نكتشف هاد البلاصه مجموعين ان شاء الله. هي ديك القصبه، هي ديك اللي الفوق، هذيك هي القصبه، هذه اللي كنت قاسم يدي. المهم غنمشي وغنشوف واش كاين هنايا وداك الشيء. المهم اسمحوا لي الكاليتي وصافي. ضروري الى جيت للقصره القصبه خاصك ضروري خاصك تدوز من الطريق هذه، الطريق هذه ضروري انك خاصك تدوز من هنا. كاين بزاف تاع البرد، انا اسمحوا لي من بعد ما قطعنا الجسم كنلقاو هاد البلاصه هذه، هما جالسين فيها التوريست. كاينه تما شي مراوات كيشطحوا، كما كنشوفوا عاوتاني هنايا. هذه هي الدخله تاع القصه، قصبه اي تحدو ولا قصر اي تحدو. هنا البارح كان واحد كان مفتوح هذا البازار هذا، مع اليوم العيد ما فاتحينش. تندير نخلي لكم شي صوره تشوفوا كيف داير. كاع هادشي كان مفتوح البارح، هادشي كامل كان مفتوح البارح. نشوف الى بقاو عندي شي تصاور غنخليهم لكم تشوفوهم كيف دايرين. هما شي وحدين هنايا بداو باين فاتح اليوم. كان لي انني نصور لكم فيديو البارح، ولكن ما صورتوش، قلت خليت للصباح، حقاش هادشي كامل اللي كتشوفوه هنايا كان مفتوح البارح. المهم نصور لكم هاد المحل من الداخل، تشوفوا هاد الشيء. كنقولها ونعاود اسمحوا لي، الكاليتي بزاف، كاليتي ناقصة بزاف. المهم من الأحسن تشوفوا ماشي بحال ما شفتوش شي حاجة. هنا هاد اللوحات مرسومين، هادشي مرسوم باليد. هاد اللوحة يلا كملات، كما قلت لكم هادشي كامل مرسوم باليد. اليوم كما كتشوفوا هاد البلاصة بحال ميتة مفيها حتى حاجة، عكس البارح كان كلشي كان قاعد المحلات كما نقولو هنايا مفتوحين. وخديت شي لقطات البارح نقدر نحطهم، إلا تصاوب التليفون راه غنقدر نحطهم، ما تصاوبش ما عاد من ندير ليكم. الطريق من هنايا كما كتشوفوا كلشي مطرق. قصبة عرفت اش كاين هنايا، ندخلو نشوفو. داكشي بحال دوك الأفلام القدام، بحال تاع حديد دام دوكشي يقدر دروك نصوروهم هنايا. هدا هو الطوب باش كيبنيو. كاين والو هنا، غنرجعو على الطريق تاعنا. انا باقي دابا طالع للقصبة. الطريق هاد واعرين هنايا، كاين
جبت الباب هنايا. المهم نتوما كتشوفوا تخيروا بلاد الكاليتي واعره وصافي. كسر ايت بن حدو كاين هنا الزرابي. المهم الزرابي وشي تاع التراث. هادشي كيبغي الوقت، كيبغي تليفونكم مزيان، دور لهاد المحلات. شوف هنايا واعرت كاين واحد البلاصة اللي بغا يجلس يستراح هنايا، يجلس مع راسو. باهي حنا طالعين في الدروج هادو. كاين هاد الرسومات هادو بزاف هنايا، هادشي كاملين مرسومين باليد. نمشيو لنيشان باش ناخد ليكم واحد اللقطة من هنايا من الفوق. كيما كيبان ليكم هادشي، بالنسبه لكم الشيء تاع التراث كاين بزاف نتاع الحويجات ود هادشي. انا بلي واحد السطح هنايا، داكشي باش نمشي ليه سطح واعر. اسمحوا لي والله مارت، اسمحوا لي هاد الكاليتي هادي. واحد الجليسة كي دايرة تبارك الله، داكشي ناضي. الجليسة تاتو ناضي، لكن هاد التليفون كيخرج الشمس كيولي لا علاقة. واو كرشت شي صورة هنايا بالتليفون تاعي. كاينين هاد الصالونات هادو كيما وريتكم اللي باغي يجلس فيهم ولا كيتصورو فيهم صافي. وحاش كيشربوا فيهم اتاي ولا شي حاجه. واخيرا ما وصلوا للفوق تاع الصبا. زاهي بلاد المنطقه البارح ما كان حتى واحد كيدور. انا اليوم واقف البارح مساء كاين بزاف تاع البلاد هنايا. غندور لكم تشوفوا القصبه كيف دايره. واخيرا وصلنا للقصبه كما تشوفوا. هذا من اللور تاع القصبة. كاين واحد البرد، يا سلام هاد البرد هذا فكرني في البرد اللي مشى مع جبل موسى. غادي تفكروا هاد البرد بحال هاد البرد. كما كتشوفوا ديال القطرة اللي وريتكم قبيلة هي هادي. أو هنايا فيو من الفوق كيف كيف هداك الشي، داكشي ناض.
شوفوا هاد لافطا دابا حنا هابطين من القصبة، لافطا زوينة. غادي كتأمل في هادشي. البلاصه هي منين جينا كبيره بالنسبه لكم، هذه الزوين هنا فين دخلت قبيله، فين قلت لكم ما كاين والو، هنا فين دخلت كتشوفوا احنا راجعين قربنا نخرجوا من القصبه. هاد البلان اللي تصادفت معاه عجبني هو بوست مصاوبينو من التراب، بلان واعر هذا، يعني داكشي كامل من التراب، يعني ما تلقاش شي حاجه بريك ولا كاين تماك شي مراوات كيشطحو ولا شنو، المهم واحد الجلسة هنايا زوينة. وهنايا غنرجعو للقنطرة اللي جينا، أي الجلسة اللي وريتكم هي كتبان هنا واضحة أكثر، وهنا غنرجعو للقنطرة اللي جينا منها قبيلة. هادي هي القنطرة منين جينا قبيلة اللي وريتكم. شوف نزيدكم شي حاجه في الفيديو، راه الطابه نزيدكم شي حاجه نصورها، ما كانش قبلوا باش اللي وجد صافي. المهم هاد الوليدات تلاقينا معاهم في قصبه ايت بن حدو، الدراري ديديكاس ديروا اللي بغيتو. الله يحفظك اخويا، الله يحفظكم، المهم الله يحفظكم الدراري. Naya.